التوقيع على الدستور المؤقت للإمارات العربية المتحدة وتشكيل حكومتها وإنشاء أجهزتها لكي تمارس مسؤولياتها في خدمة الشعب. الوالد المؤسس حكيم العرب زايد المجد، الشيخ زايد بن سلطان النهيان المؤسس لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وأول من نادى بإقامة اتحاد بين إمارات الساحل المتصالح، وهو الرئيس الأول لدولة الإمارات العربية المتحدة. تولى سموه هذا المنصب منذ قيامة الدولة في 2 من ديسمبر من عام 1971 وحتى وفاته في عام 2004. اتسم بسعة الصدر ونفاذ البصيرة وطول البال والحكمة، وبرز كمستمع ومصلح ووسيط في حل النزاعات، وهي الصفة التي لازمته طوال فترة حكمه. أكد دائماً على ضرورة توفير الفرص لجميع مواطني الدولة ليكون لهم دور فاعل في نجاح الأمة. وبفضل رؤيته الثاقبة تحتل دولة الإمارات اليوم، وبحسب كثير من التقارير الدولية المرموقة، أهم مركز مالي واقتصادي في المنطقة. شريك الاتحاد ورفيق درب زايد هو الشيخ راشد بن سعيد المكتوم طيب الله ثراه، الشريك الفاعل في اتحاد دولتنا وصاحب الفضل الأول فيما وصلت إليه إمارة دبي من تقدم مبهر وتطور تنافس به أكثر مدن العالم تطوراً وتقدماً. بالحنكة والرصانة، بالرأي السديد والفطنة، قاد الشيخ راشد إمارة دبي طيلة 32 عاماً، إذ صب رحمه الله جل تركيزه على تنمية الإمارة وتطوير بنيتها التحتية لتصل إلى ما وصلت إليه الآن. عمل الشيخ راشد المكتوم جنباً إلى جنب ويداً بيد مع الشيخ زايد لتحقيق حلم الاتحاد الذي أصبح حقيقة عند إعلان تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر من العام 1971. حاز المغفور له على احترام العالم أجمع كقائد تفانى في خدمة وطنه وأمته، فكان رجلاً سياسياً قديراً يقوده خلقه العربي الأصيل وسجيته الطيبة، فما زالت ذكراه الطيبة حية في قلوبنا حتى عامنا هذا، وستبقى خالدة في قلوب أبنائنا. هامة وشخصية حفرت بصمتها في قلوب أهالي المنطقة. الشيخ خالد بن محمد القاسمي رحمه الله حاكم إمارة الشارقة سابقاً ومؤسس نهضتها. ولد الشيخ خالد بن محمد القاسمي عام 1927، وعند تسلمه الحكم اهتم بإنعاش الحياة الاقتصادية والتوسع في مشروعات خدمية للمواطنين، وبدأت الشارقة في عهده طريق التقدم من خلال مشروعات التطوير وتوصيل مياه الشرب العذبة للمنازل في مدينة الشارقة. بالعزم والثبات استطاع الشيخ خالد بن محمد القاسمي أن يضع اللبنة الأساسية في تأسيس الإمارة التي أصبحت اليوم رقماً صعباً وعلامة فارقة، حيث حصدت العديد من الألقاب مثل عاصمة السياحة العربية، عاصمة الثقافة العربية، وعاصمة الثقافة الإسلامية. المؤسس الحقيقي لإمارة عجمان والذي ساهم في نهضتها الشيخ راشد بن حميد بن عبد العزيز النعيمي طيب الله ثراه. يعتبر الشيخ راشد مؤسس إمارة عجمان الحديثة، حيث نعمت بعهده بالأمن والاستقرار والسكينة. وضع الشيخ راشد النهوض بالتعليم نصب عينيه، فأخذ شكله النظامي عام 1958، كما أنشأ سموه المعهد العلمي الإسلامي. قام أيضاً بإنشاء شرطة عجمان عام 1967 التي اطلعت بدورها في حفظ الأمن وتقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين، وحرص على دعم اتحاد الدولة وأطلق عدداً كبيراً من المشروعات التي ساهمت في نهضة إمارة عجمان وتطورها. ولد الشيخ أحمد بن راشد المعلى في أم القوين عام 1908،
تولى رحمه الله حكم أم القوين عام 1929 وكان يبلغ من العمر 18 عام، حيث اتخذ من حصن أم القوين مقراً لإدارة شؤون إمارته، وكان يهتم بأمور شعبه وشؤونهم وحاجاتهم المختلفة، وحرص على تكوين علاقات طيبة مع جيرانه حكام المناطق المجاورة وساعدهم في حل مشاكلهم، وساهم في تأسيس مختلف الجوانب في الإمارة. كان له دور إيجابي في مراحل قيام اتحاد دولة الإمارات، كما وشارك في اجتماعات مباحثات قيام الاتحاد. إننا وإن كنا نبني اتحاداً في هذا الجزء من وطننا العربي الكبير، فإنما ذلك لا يعد أن يكون لبنة في صرح بناء الوطن العربي من المحيط إلى الخليج. قائل هذه الجملة هو رجل امتلأت حياته بالإنجازات الوطنية والمواقف النبيلة، الشيخ صقر بن محمد القاسمي رحمه الله، الذي أثر في كافة نواحي الحياة الاجتماعية والسياسية في إمارة رأس الخيمة، واشتهر بشجاعته على نشر الأمن والسلام في البلاد. عرف بذكائه وهدوئه وتمسكه بالعادات والتقاليد العربية الأصيلة. كان يعتز كثيراً بتاريخ أجداده الذين بنوا أكبر قوة بحرية عربية في المنطقة، وعرف عنه ولاؤه لأمته العربية ونصرته قضايا الحق والسلام. حكم الشيخ محمد بن حمد بن عبد الله شرقي إمارة الفجيرة منذ عام 1942 حتى عام 1974، وطالب المغفور له بإذن الله السلطات البريطانية بالاعتراف بالفجيرة ككيان مستقل، وتم له ذلك في عام 1952. كانت التنمية من أهم أولويات الشيخ محمد بن حمد الشرقي، الذي سخر كل الإمكانيات لتحقيقها على كافة المستويات، وتم في عهده إنشاء أول محكمة شرعية في الإمارة عام 1969.